حتى لو ما عكست هالصدمة لبرا، بس هي مع الأسف عم تعيش تحت تأثيرها بشكل كامل، وبنيتها الضعيفة ما عم تساعدها، لهيك عم نشوف إنه في أعراض مرافقة للصدمة. وهالشي عاشته بفترة طلاقكن إذا بتتذكري. إيه وقتها صار معها هيك شي، وبظن هي المرة الثانية. بس قالت لي إنها بهديك الفترة كانت كتير تعبانة. ممكن تكون قالت لك لأنها بتوثق فيك. بالتحليل النفسي هي عم تختار طريق تهرب منه مشان ما تصطدم بالأزمة تبعها، لأنه هي ما عندها قدرة تواجه فقدان أبوها بالواقع. كلياتكم تعرفوا حالتها منيح، لهيك ما في داعي إلكن بهيك أوضاع. المعالجة بالأدوية مهمة طبعا، بس الأهم من هالشي هو الدعم المعنوي والنفسي للمريضة. أي معك حق. بانا بانا وينك يا بانا؟ بانا حبيبتي، بانا وينك؟ بانا بانا يا روحي. بانا بانا شو بك؟ قومي. الأهم شي ترتاح كم يوم بعيدة عن الضغط والتوتر. حبيبتي قليلي شوفي بانا، شوفي. خلاص حبيبتي عمري روحي، خلاص 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 حاجة تبكي. خلينا نطلع ونتركها لبانا مع الدكتور ريان. لو سمحتوا أنا حروح هلأ وراح أرجع لعندك بعدين، ماشي؟ شو صار؟ لسه لهلأ وضع سيء؟ خلونا نشرب فنجان قهوة ونروق أعصاب. لسه نوها خانو بدها تجيب آخرتنا.